أهلا بكم من جديد. مسارعة المسؤولين اللبنانيين إلى الجزم أن لا عملا إرهابيا وراء سقوط طائرة الركاب الإثيوبية في بحر بيروت كان لافتا، خصوصا أن هؤلاء كانوا حريصين على التشديد في تصريحاتهم أنهم لن يدخلوا في متاهات التكهنات حول سبب سقوط الطائرة قبل العثور على الصندوق الأسود وظهور نتائج التحقيقات التي تجريها لجان مختصة. فإلى ماذا استند المسؤولون اللبنانيون بتأكيد عدم حصول عمل إرهابي؟ واستطراداً لماذا سارعت فرنسا إلى إرسال فريق تحقيقها المتخصص والمعروف بخبرته في هذا المجال؟ وهل تشك السلطات الفرنسية باحتمال العمل الإرهابي؟ خصوصاً أن زوجة السفير الفرنسي كانت على متن الطائرة؟ وهل يمكن للسواعق أن تحطم هكذا أنواع من الطائرات الحديثة المجهزة أساساً بأجهزة امتصاص للسواعق؟ وهل فجرت الطائرة في الجو أم سقطت وتحطمت في المياه؟ وإن لم تنفجر في الجو كيف تشوهت جثث الضحايا أو كيف تناثرت أشلاء صغيرة؟ إذا كانت الطائرة الإثيوبية قد استقرت حطاما في البحر على بعد كيلومترات قليلة من مطار رفيق الحرير الدولي وبعد دقائق من إقلاعها، فإن ما لم يستقر بعد التكهنات والفرضيات وأكثر التساؤلات حول أسباب سقوطها. وفي غياب الصندوق الأسود الذي يمكن أن يجيب بالقطع على الأسئلة التي لا تنتهي، ستظل الساحة حبلى بما لا يحصى من علامات الاستفهام. المراقبون وفي اليوم الأول بل ومنذ الساعات الأولى كما على جاري العادة بدأوا بطرح الأسئلة الكبيرة: لماذا بادرت السلطات اللبنانية إلى نفي فرضية العمل الإرهابي؟ لغاية الآن مستبعد عمل التخريب، ولا كل التحقيق هو يكشف كل شيء. هذه لماذا انسحبت على مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى؟ هل لوجود زوجة السفير الفرنسي في لبنان على متن الطائرة علاقة بحادث السقوط المروع؟ الجواب بقي طي الغموض عند السفير وحتى عند المسؤولين الذين لفتوا أكثر من مرة إلى ضرورة عدم التكهن وترك التحقيق يأخذ مجرى الطبيعي. أرجو ألا نغرق في متاهات التحليلات والاجتهادات. ليس ثمة أحد منا يتمتع بالخبرة وبالمعرفة الكاملة وبالدقة لكي يحدد ماذا جرى وأين هي الطائرة الآن وماذا يجري في عمليات البحث. لكن مزامير داود لم تلقى أذانا صاغية، فاستمرت التساؤلات والتحليلات: ما الذي أصاب الطائرة؟ وزيرا الدفاع والأشغال أوضحا أن تسجيلات برج المراقبة تشير إلى أن قائد الطائرة المنكوبة خالف تعليمات المراقبين الجويين وانحرف عن المسار المحدد له. السائلون لم يشفى غليلهم بعد. الطائرة وبحسب شهود عيان احترقت في الجو قبل أن تهوي في البحر. ثم تنفي من المسؤولين، ولكن السائلين يتساءلون: إذا لم يكن ثم تحريق فما الذي يفسر تفحم الجثث؟ وإذا لم يكن ثم انفجار فما الذي يفسر تناثر الحطام؟ وما الذي يفسر أيضا العثور على أشلاء بشرية في أماكن متعددة؟ وسط صخب الأسئلة يؤكد المسؤولون أن ثم تقدما هائلا في عملية تحديد موقع الطائرة. مرة جديدة تثار أسئلة: إذا كان هذا هو الواقع حتى الآن، فما معنى طلب السلطات اللبنانية من السلطات السورية والتركية المساعدة في مراقبة شواطئ الدولتين؟ يبقى أنه حتى كشف ما يحتويه الصندوق الأسود ستبقى سحب سود تتلبد في الأفق، ولن يعيل صبر السائلين البحث عن أجوبة شافية. رمزي المصري، العربية.